تكونوا شاطرين كثير منيح عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبلعبة جديدة واللي هي اللعبة بتعتمد على الذكاء. فالله يستر اليوم هي اللعبة رح جربها لأول مرة أنا وياكم. بس هي هي فكرة الفيديو، فلا تنسوا تشتركوا تحب القناة لحتى نوصل لل 3 مليون مشترك بأسرع وقت ممكن. وبس خليكم هلا مع الفيديو. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبلش بالمرحلة الأولى. The snowman is not happy. Hello. رجل الثلج ما له مبسوط. ايه شو ناقصه؟ بعتقد أنف صح؟ يس صح! طيب اوكي هي اللعبة لعبة ذكاء. اوكي next. No ice cream. بدون بوزة. بدون بوزة لازم نشيل البوزة من ايده. اوكي next. اللي بعده بتقول help baby feel asleep. ساعديه لحتى ينام. سكروا الباب. يا صح صح. واو اوكي ماشي مشان يقدر ينام. هاي يا جماعة بدلت اللغة واخيرا بالعربي. حلو نحن مرحلة اربعة. عد الذئاب. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. كأنه في حدا هون. والله 1 2 استنوا استنوا طول بالك طول بالك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. والله 11. طب 10 10. اوكي 10 10. طيب التالي مبروك انت تبلي حسنا. التالي ما هو لون السماء؟ ما هو لون السماء؟ ريد بلو يلو. مخربطين كل الالوان. اوكي بلو نار بس هو لونه احمر. حلو التالي ساعد الولد في حصول على قبعته. شوفوا منشيل الغيمة تجي الشمس. بدوب رجل التلج بيقوم بيقدر يلبس صح؟ استنوا لفترة. اوكي لازم يدوب صح؟ ماذا؟ هو الفكرة هو مو مغزى عرفتوا شو مهم المغزى. اوكي التالي ايهم كان الاول؟ اول نقطة البيضة الدجاجة. الدجاجة. ابحث عن اكبر منطقة ملونة. ابيض ابيض. هي لازم هون. اوكي اي اكبر وحده بعتقد يلو. طب بينك. في بينك اصلا. وايت وايت ابيض ابيض. اوكي التالي ساعد لوسي على الوصول للعمل في الساعه 9. ايوه وانا شو رجعي لهي. هي 9. لا شو سبعة؟ ليش سبعة؟ ليش هيك؟ ما بعرف. هي تسعة ليش حطوا سبعة؟ ما بعرف. ساعد الرجل العجوز في عبور الشارع. اوكي امشي. اوكي اخا استنى. اوكي. حلوة الالعاب حلوة. لا تقولولي ما الذي سيربح؟ هذا في هون واقفين. مين رح يربح يخرب بيتكم؟ شو يعني هاي؟ لا هون بلشت باب يربح. طيب شو بعرفني؟ صح شو هذا؟ اي مدينة هي الاقرب؟ اربعة وخمس خمسة وخ ها؟ هاي الاقرب. لا قصدهم مو بالكيلومتر المدينة نفسها. شغلوه مخكم شغلوه. ساعد الجدة على أكل الكعكات. ناكل كعكة. كلي كعكة كلي كعكة. ما عندها أسنان. إجتني فكرة منبللهم بالحليب صح؟ كلي كعكة. شلون بدك تاكلي الكعكة؟ أختي شلون بدك تاكلي الكعكة؟ طب والله لازم نحط الكعكة بقلب الحليب هيك يعني. طب نفتلها للكعكة؟ ياي كيف بتاكل كعكة؟ ياي منبسة تبلك الاسنان؟ استنوا. اوكي هي بس اوكي بدون ما نلبسها خلص مهم شفناها. اي واحدة لا يمكنك اكلها؟ هاد؟ شو هاد؟ ما بعرف. اجعل التفاحة تسقط. دراسي عضضتها من وراء الالعاب. التالي ما بعرف شو يعني هالجمله اللي قلتها بس انتم مرقوا. اضغط على كائن فضائي. انا؟ مو انا قصدي الكلمه يعني عرفتوا؟
ابحث عن اللون الأكثر قدامة على الشاشة. قدامة؟ أنا كلمة قدامة ما أعرف شو يعني. أقدم شيء أكثر قدامة. تقبسوا على الكلمة يا جماعة مو على اللون. أوكي التالي، ساعد فتاة في عبور الجسر. إيوة عبري لحال ياي. أيهما يحتوي على صودا في الداخل؟ أيهما يحتوي على الصودا في الداخل؟ إيوة في الداخل صودا. ما بعرف. هاي طوي بالك طوي بالك طوي بالك طوي بالك بدو يشوفوني إعلان. هاي أوكي هاي أوكي صودا في الداخل. ليش يعني مشان يشوفوني إعلان بيعطوني جواب؟ اجعل الحساء يغلي، حطيه على النار. يغلي. اوكي اوكي نار حلو. التالي اللي بعده عم يقول اجعل الثقب الاسود يلتهم كل شيء. اوكي رح نجيب بردقانين، حطها كاسة الشاي، بطيخة، حليب، هذا ها حتى الكتابة. اوكي التالي اوكي اللي بعده عم يقول كم عدد المثلثات الموجودة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. طيب 2 طيب 6. لا تطلعلي اعلان، لا تطول بالك. والله لا احزره. طيب 8 2 hours later. طيب 10. شو كم عدد المثلثات؟ 13 14 15. اوكي 15. لا ليش كنت 12 يا الله. 15 ياس. اوكي ايمكنك اصلاح هذا؟ ايوه 1 + 1 + 1 = 1. شلون يعني ان 3 المفروض يكون اوكي شو عملنا؟ الصراحه ما فهمت. طيب التالي اوكي رائد الفضاء ضائع انقذه. اوكي كانه الكبد عنده مقطوع. اوكي استنوا شوي. لازم نركب نوصل الكبل بشي طريقة. هي لازم الكبل يوصل. اوه صح اوكي تمام ما عرف شو صار بس اوكي يلا. عفوا هذا الوزن صغير جدا بالنسبة له، هل يمكنك المساعدة؟ بنكتب على الوزن نفسه صفر صح؟ شو بدنا نعمل؟ مع انه كان تركت لك الصفر بس يلا عادي. التالي ايهما ليس طعاما؟ اي واحد فيهم مو اكل. ليه قلبي حاسسني انه الفري؟ صح البطاطا فري. التالي انا بعرف دغري بالاكل يا جماعه، انا فورا بعطيها من الاخير عرفتوا دغري هيك عيني ساقبه. ساعد السنجاب في الحصول على الجوزة. ايوه بنقرب الجوزة بنقرب السنجاب. اي عطيته اياها. اوكي ايهما الاقصر؟ انا بعتقد يعني الفيل والضف يعني الفارة والضفدع اثنيناتهم قصار، المعزة والفيل كبار. بعتقد الضفدع. ايه هذا؟ الفارة اصغر من الضفدع؟ هي اول مرة بسمعها يا جماعة. طيب التالي هناك شيء خاطئ هنا، كل شيء خاطئ بالرياضيات يا جماعة، كل شيء خاطئ. اكثر شيء وابشع مادة بالعالم واكثر شيء بكره الرياضيات وحياة الله. 0 + 0 = 0. شو يعني شو بعمل لك انا هلا؟ 10. شو هذا طلع اخر شيء مو رياضيات. صراحه ما فهمت شو هاد. من لديه اطول شارب؟ مين عنده اطول شارب؟ مين يا الله؟ انا حاسه هذا. لا هذا ايه في حدا تعلت هون انا ما بعرف. هي صرصور يلي على كتفه. الصرصور يلي على كتفه. اوكي التالي ضع الصاروخ في الفضاء الخارجي. روح يلا باي. نار صح دغري نار. التالي ابحث عن اكبر عدد. في حدا هون متخبي. شو 7 7 7. اوكي ماشي التالي. هل يمكنك العثور على المختلف؟ اوكي يعني شلون بدي اعرف؟ في حدا هون ليكو. اوكي هل يمكنك تخمين الجواب؟ 1004. لا والله لا يمكنني الصراحه الرياضيات لا يمكنني. لا 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 تحتاج الى حساب عدد الدوائر في كل رقم. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 صح. 2000 years later.
شو ممكن يكون جوابها